خلونا نروح لتقرير لطيف جدا، والتقرير حقيقة عن الخيل العربي أو الحصان العربي الأصيل. والحصان العربي ده حالة بديعة، يعني عايزة أقول لكم أنه الأحصنة اللي موجودة في العالم بره بيبقى شكلها مختلف. الحصان العربي الأصيل رجليه وشكله وديله، وهو أغلى حصان بشكل كبير لأنه هو مميز طول الوقت. الفرق بقى بينه وبين الأنواع المختلفة وأداب ركوب الخيل، لأنه الخيل الحقيقة ليه أداب وأدوات مستخدمة وليه نظام حتى في التعامل مع الحصان نفسه، لأن هو الحقيقة حيوان لطيف جدا. تعالوا كده نروح من يعني خلال هذا التقرير ونشوف أيضا شخصية الفارس ممكن تبقى عاملة إزاي، والحصان نفسه يعني تعامل معاه يبقى إزاي. تقرير وأواصل معكم باقي فقراتي الليلة في التاسعة، أرجوكم ابقوا معنا. مسعود رواق، مدرب خيول عربي من 20 سنة. دور مصر في موضوع الخيل، طبعا هي الخيل العربي كلها عربي، بس انواع الحصان العربي مميزاته لازم الكحلة، البوز الرفيع الرفين، العين الكبيرة، الخد الملفوف، الرقبة الطويلة الارج، الظهر الستريت، الكتف 25 الزاوية. دي مميزات الجمال فيه. أنا محمود معتز، أنا بحب الخيل وهاوي ركوب خيل. إحنا بنتكلم على ركوب الخيل الحر، مش بنتكلم على مدارس الفروسية، لأن كل حاجة وليها حاجة. فإحنا بنتكلم على الركوب الحر بس بطريقة صحيحة، إن أنت إزاي تتفادى الأخطاء اللي أنت ممكن تركب بيها حصان من غير ما تقع ومن غير ما يبقى خايف ومن غير ما تبقى حاسس إن أنت بتعمل حاجة كبيرة. علشان نتكلم على وضعية الخيل الصحيحة أو الوضعية أن أنت قاعد إزاي على الحصان، أول حاجة لازم السرع يكون بالطريقة دي، لازم يكون مشدود على قد الحصان. بقى الحصان حساس جدا، فإحنا لازم نتعامل مع الحصان بحساسية، يعني ما ينفعش في مرة واحدة أشد جامد. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون مشت رجلي بس في الركاب، مش بدخل رجلي كلها في الركاب كده، ولازم وضعية رجلي تكون تحت بالظبط جسمي، يكون مشت رجلي مع الركبة مع المفصل مع المفصل الفخذ. دي كده وضعية الركوب الصحيحة، لأن أنا كده بعمل بالانس. أول مركب على الحصان لازم دايماً أظبط السرج بتاعي يكون مظبوط، ودايماً بطبطب على الحصان بطمنه وبعرفه إن إحنا مش رايحين نحارب، إحنا طالعين نتبسط مع بعضينا. السرعة دايماً بخليه على قد رقبة الحصان، بخليه مشدود، ما ينفعش ان انا اخلي السرعة كده كده، انا مش عارف ادي اوردر للحصان او اعرف ادي له امر. الحصان هيبتدي يتحرك زي ما هو عايز. عايز امشي الحصان واضربه بالكرباج واضربه بالكعب، وفي نفس الوقت انا اقفل له السرعة بتاعه اللي هو انا ماسكه وبقول له اجري. الحصان مش فاهم انا عايز ايه، ازاي بتقول لي اجري وازاي في نفس الوقت انت قافل عليا. فدي غلطه برضو الناس بتقع فيها كتير، وتقول لك الحصان مش راضي يمشي. انت قافل على الحصان، الحصان مش عارف يمشي منك. ايه تاني ممكن نكون بنقع فيه؟ ان احنا دايما واحنا راكبين فوق الحصان احنا خايفين. انت راكب على حاجه متحركه، فانت راكب على حاجه متحركه لازم انت كمان تكون مرن. ما ينفعش وانا راكب فوق الحصان ابقى متنشن وابقى متخشب، انا كده باذي نفسي مش باذي الحصان. طول ما انت قاعد متنشن انت محتاج مرونه وتتحرك مع الحصان. طول ما الحصان بيتحرك انت تتحرك معاه، تتحرك معاه الوسط، تتحرك معاه الرجل، تتحرك معاه ظهرك، انت لازم تكون مرن. فنتمنى ان الناس كلها تجرب رياضه ركوب الخيل بطريقه صحيحه. احنا طبعا متكلمين في حاجات شطات سريعه، لكن الموضوع اعمق من كده، بس الموضوع صدقوني اسهل من كده بكتير.